محمد وعلي وحسين حياكم حياكم غدا راح الوالد الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه وفوار الجنة رحمك الله يا ابوي ايه ما قصر ابونا عطانا كل شيء علمنا فهمنا ربانا الله يرحمه كل شيء يا اخوي طيبه كرم واخلاق وامانه اي والله يا اخوك هذه شهاده نعتز بها الله يرحمه الحمد لله بس ان شاء الله فوق طيبته نحصل شيء ويزيد الخير خيرين وايش تقصد؟ وضح تقصد عرفه زين ما عليه غبار شوف هل الغاز وهل الهرار ما تمشي عندي وضح احسن خلنا ندور جانك علينا شيء واقول لك انا حجره الوالد ما خلينا ندش اكيد فيها شيء خطير بس انت تعرف هذه الحجره ما فيها شيء ما فيها الا السرير والكبت وداخل الكبت ثياب وش خسران يا يعني؟ خلنا ندور يمكن في خير هو مثل ما قلت احتمال يطلع في شيء داخل اكيد في خير شعورك وهداية الله يلا يا اخو خلنا هو خلنا نروح نشيك هالغرفة حياك تقدم يا اخوي ما يدري يا اخوي بنروح فوق دور تحت السرير يا اخوي دور تحت السرير شوف اكيد في الكبت شيك الكبت مقفول كسر كسر لحظة بس داخل صندوق حصلنا صندوق الخير في الصندوق نزله 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 يا اخوك ايه هذا الخير ايه يلا يلا يا اخوي شيش ايه هذا هو الله يا 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 الله نزل الخير نزل الخير انا اللي شفته لازم افتهم شوف اخوك احنا من صغار ما كبرنا ما اختلفنا من اختلف على صندوقه افتحت وكر على الله اخوك عزيزي خليك ربي قديم وغبار وش في العزل نور ومحش ما هو مشكلة الدين في خير في خير ايه هذا الخير ايه انا هذا وصية اوه اقرا اخوك وصية من ابوكم ابا عبد النبي أوصيكم بتقوى الله وأن تكونوا يدا واحدة ما عندي من الدنيا إلا بيت وبيت نص أخ ويلي ويلي راح البيت عندي بقرة في الزريبة أنتم تعرفونها بل بقرة بعد هذا ترجع تتكلم عنه إنعازة نوبة وفانيلة وتتن والبيت مبيوع نصه وبقرة بالزريبة وش اسوي يا اخوي؟ فكر في خير بس ما شوف الله يرحمك يا اخوي ما خلى البقرة في الوصية الا فيها خير والله انا وش تقصد؟ نروح بيها والبقرة تصير بقرتي والبقرة
تصير ثلاث، والثلاث تصير أربع، والأربع خمس، والخمس ست، والست تصير سبع. أيوة، وبعدين نصير تجار. يا ست تجار بالخلوشة، خلنا أقول لك نبيعها ونستفيد بيزاتها. أنا أقول لك الرب يدري ريحة الوالد ولا تطلع من البيت. ريحة وش؟ الوالد. خلنا نبيعها وناخذ بيتها. شوف نربيها ولا ما أعرف ولا تعرفني. لا أنا أقول لك نبيعها. أخوك الكبير تسمع كلامه، نربيها. خلنا يا أخوي نبيعها وناخذ بيتها. هذا آخر حد بيني وبينك. نربيها يعني نربيها نربيها. تعال يا أخوي خلنا نبيعها. نربيها. خلنا نبيعها. بيعها. أنا أقول نربيها. فاضي محمد حسين، وينكم يا محمد يا حسين؟ محمد وين راحوا بعدين؟ تعالوا له لحظة شوي قاعد نسوي رياضة ابوي، جايين جايين. ما حزب رياضة. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ابوي زور. حسين تعال تعال قاعد خليني اخففكم قعده. قول ابوي قول وش صار ابوي؟ شوفوا من يوم ورايح لا تكلمون عمكم ولا تسلمون عليه. لا وش عاد ابوي؟ خلاص ما يمكم عم من يوم ورايح انتهى. ما يصير ابوي، هذا اخوه وعمنا وما يصير نتبرى منه. ايه بتبرى منه، ما قص عروق الا تربطني به بعد. حمام سمعت وش قال ابوي؟ وش بتسوي انت؟ انت تبغى تتزوج ترى زين البيت عندنا. ويدري ما يلا اقول له. وش عندكم ساسرون؟ ترى واصل عندي لهني ها؟ ابوي وش؟ ابوي انا نويت اتزوج. لا تروح البركه يا ولدي، لا تروح البركه. بس من هي البنيه؟ بنيه يا ابوي هي زينب بنت عمي عبد النبي. مين هي؟ بنت هذه اللي ما يسمى. خلصت البنات اللي في الديره يا ولدي. خلاص انساها. ما يصير يا ابوي انساها. انا احبها زينب بنت عمي من زمان. مو انت وامي. قلت لعمي ان زينب هي لك. بس خلاص انساها. وزيد من الشعر بيت المكان اللي في عمك ما ابغى تقرب منه ولا توقفون فيه. الماتم والمسجد اللي هو فيه ما ابغى تقربون منه. فهمتم كلام وعيده؟ الله بين وراك. وش بتسوون انت؟ وش مخبط؟ من البقره جنيت ابوي. عمكم جننني وانتم جيتون زدتون الطين بلة. ودوني لحجرتي ودوني ودوني لحجرتي ودوني. قوموا يا عيال قوموا. ودوني لحجرتي ودوني. قوموا قوموا. عبد النبي اكل كل فلوسي. ودوني لحجرتي ودوني. عبد النبي اكل كل فلوسي. ما انا طاير انا حتى روحي. جيبوا وياكم تلفوني. ودوني لحجرتي ودوني. عبد النبي اكل كل فلوسي. Yeah.
عليكم. السلام. جاء. عليك. يا مرجع. يا الله. سلم. تاي. وش سوي هالأخ؟ أقول لهم بيحبون أنا ربي. ربي أنا بخير. يا أبو حسين. أبو حسين. يا معزوم تبين قهوة. أبو حسين ما جاء. ما جاء. اقلق اقلق حيا اقلق اقلق
جابني يا جبراه وين جابني؟ هاي ما اسمه حج إبراهيم؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله زين إبراهيم. ما أجي بيت زمان. إن شاء الله أوكي. حياك من وياك؟ عزازتك بس اللي تحترمته الله يصلحكم ان شاء الله الله يصلحكم